صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 6 لسنه 2024 بنقل سفراء فوق العاده مفوضين الى وزاره الخارجيه وذلك بناء على توصيه وزير الخارجيه وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه الماده الاولى ينقل الى وزاره الخارجيه كل من السفير أحمد يوسف أحمد الرواعي، رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى المملكة الأردنية الهاشمية. السفير إبراهيم يوسف العبد الله، رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى الجمهورية التركية. السفير فؤاد صادق البحارنة، رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. السفير إبراهيم محمود أحمد، رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى الجمهورية التونسية. السفير الدكتور ناصر محمد يوسف البلوشي، رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى جمهورية إيطاليا.